تامي بناني كان مون امي في الطفوله كامله، دوزنا انا وياه من البريمير كوليج ليسي. انا كان عندي بي سي في 2005 هكاك، كان عندي بي سي والكونيكسيون في الدار. هو كان ديك الساعه باقي ما شراش بي سي، كان كيجي معايا للدار وكنا كنتكونيكتاو اونصومبل. وجوستومون انا صوبت ليه ان كونت ام اس ان وبقى عندي اونغيستري في البي سي ديالي. كان عندي بي سي بيرو ماشي بي سي بورتابل، بقى عندي اونغيستري. فيما كيجي هو عندي للدار كيتكونيكت هو، زعما كيتراسل مع لي زامي ديالو. دونك هو فاش اختفى بيان سور الام اس ان ديالو بقى عندي اونغيستري. دونك انايا كنت كنفكر فريمون اي طريقه كيفاش نعاون سامير، حيت هو كان صاحبي بزاف وبقى فيا الحال، حتى انا كنت باغي نعرفو فين مشى. دونك ديكو انا فكرت انني ندخل الام اس ان ديالو ونتسنى، ماشي ندخل ليه باش نهضر مع شي واحد، غير نتسنى نشوف واش شي واحد غادي يهضر معايا، حيت الا هضر معايا شي واحد دونك فوالا نقدر نعرف شي حاجه ولا شي نجبد شي راس الخيط. حيت ما لقيتش شي طريقه اخرى، شي بيست اخرى اللي نتبعها ولا هذه، دونك انا لقيت هذه هي البيست اللي نقدر نتبع. فاش سامير ما دوموندي لو مود باس، دونك ما عرفتش انا كيلاني ملافي دوموندي، واش كان في 2007 ولا ابخي. اون توكا المود باس انا كنت عارفو غادي نعطيه لها، يعني ما يا با دو ريزون باش ما نعطيهاش لو مود باس، سورتو ان ام اس ان ما كان فيه والو، ما كان فيه لا هيستوريك ديال لي كونفرساسيون. واخا كاع تدخل ام اس ان ما تقدري تعرفي والو، حيت كانت غير لا ليست ديال لي زامي سي تو. دونك اون فوا تو كيت ام اس ان دونك لي كونفرساسيون كيمشيو، يعني واخا تدخل ليه ما تقدري تعرفي والو. وانا ما كانش عندي فريمون اون ريزون باش انني نقول لها ما عنديش مود باس، يعني ما عندي ما نخبي فيه. بور ليميل نو، عمري ما استعملت سبوت ميل، عمري ما حلو عندي وعمري ما صيفطت شي ايميل. يعني هادي جو غارونتي، ما عندي حتى شي علاقه زعما بسون ادريس ميل ولا داك الميل اللي تصيفط لساكوزين ولا مع ساطون، ما عندي حتى شي علاقه. بور لا كيسيون ديال واش كنت عارف غادي العيد ميلاد، اونيتمون نو، ما كنتش عارف وانا غادي لانيفيرسير حتى ورا الديسباريسيون ديالو عاد عرفتها، وما كانش عندي حتى شي فكره. انا لا سول شوز اللي عاقل عليها هو انه كان عنده واحد التليفون كان سولني قال لي باغي نبيعو باش ياخذ كادو الاصدقاء ديالو. يلاه تعرف عليهم غير في ذاك العام بالضبط 2007، يعني ماشي دي زامي اللي قدام، وكانوا صحابه هو ما كانوا صحابي انا. وكنت تعرفت على واحد فيهم، كنت كنقول ليه السلام زعما وصافا وهادي، لي زوتر ما كانوا صحابي ما كنتش كنعرفهم. لا هذيك البنت مولات لانيفيرسير، لا هذاك اللي كانت عنده الفا روميو، هذاك مول الطوموبيل، هذاك كان ساكن في كازا ويلاه جا العام الاول ديالو في محمديه هو ذاك العام اللي دار هاد الروينه كامله. دونك ما كناش كنعرفوا عليه والو. انا هاد الاشاعه ديال الاوفر دوز سمعتها اول مره من عند واحد البنت ابخي لا ديسباريسيون ديال تهامي، وهذيك البنت كتعرف هذيك البنت مولات لانيفيرسير، ومن وراها انتشرت في الليسي كامله وكلشي كيقول هاد القضيه. انا في نظري شنو وقع لتهامي، مش غادي نقول لك هاد الكيستيون هي اللي كاملين تنقلبوا على ريبونس ديالها، ولكن حيت انا متبع لافير يعني من نهار تهامي غبر، فاش عرفت هذوك المعلومات كاملين وداك الشيء اللي نقدر نقول هو انه يقدر انه يكون فعلا خدا واحد الكميه زايده في لا دروك. ولكن لا كيسيون واش كانوا عطاوها ليه بزز، حيت كاين مثلا يقدروا يكونوا داروا ان جو بيناتهم انه يعطيوه لا دروك زايده وتصدق فهمتي طاح ليهم تما. انا هذه القضيه هذه نقدر نقول لك متاكد منها انه كانوا مجموعين وطاح وبان لهم بحال السيد راه مات ولا هذه، حيتاش واحد فيهم قال لهم انا غادي نمشي شاف القضيه فيها زعما واحد قريبي يتوفى، واحد عنده 17 عام والشخصيه ديالو تكون ضعيفه، راه يقول لهم انا غادي نمشي حيتاش هاد الدري هذا سولني عليه الصباح وكان مخلوع. وانايا من بعد فاش عرفت من سامير انه الدري هذا ما عارفش بلي هو ما بيتش في دارهم، الوغ هو كيسولني عليه الغد اللي هو تيقول لي راه ما بيتش في دارهم. دونك انا كنت كنقول كيفاش هو عارف ما بيتش في دارهم، الوغ كو تيقول سامير انه حطوا لاداي مع ستونس وما عرف عليه والو. دونك انا كنت كنقول بلي هو راه يقدر يكون شافو فواحد ليطا خيبه ومشى فحالو ما كملش معاهم حتى الاخر. يقدروا يكونوا مثلا فعلا مشاو حطوه في ديك البلاصه في طماريس، ومن بعد جات لومبيلونس هزاتو داتو لوبيتال، ومن بعد مشاو عندو الدراري لوبيتال ومن تما هزوه وداوه، وكيف تقول الروايه انهم حرقوه ولاحوه. انا هادشي اللي كيبان ليا،
حيتاش ما يمكنش. تهمي بناني كان مون امي في الطفوله كامله، دوزنا انا وياه من البريمير كوليج ليسي. انا كان عندي بي سي في 2005 بحال هكاك، كان عندي بي سي والكونيكسيون في الدار. هو كان ديك الساعه باقي ما شراش بي سي، كان كيجي معايا للدار وكنا كنتكونيكتاو اونصومبل. وجوستومون انا صوبت ليه ان كونت ام اس ان وبقى عندي اونغيستري في البي سي ديالي. كان عندي بي سي بيرو ماشي بي سي بورتابل، بقى عندي اونغيستري. فيما كيجي هو عندي للدار كيتكونيكتا هو، زعما كيتراسل مع لي زامي ديالو. دونك هو فاش اختفى بيان سور الام اس ان ديالو بقى عندي اونغيستري. دونك انايا كنت كنفكر فريمون اي طريقه كيفاش نعاون سامير، حيت هو كان صاحبي بزاف وبقى في الحال حتى انا كنت باغي نعرفو فين مشى. دونك ديكو انا فكرت انني ندخل الام اس ان ديالو ونتسنى، ماشي ندخل ليه باش نهضر مع شي واحد، غير نتسنى نشوف واش شي واحد غادي يهضر معايا، حيت الا هضر معايا شي واحد دونك فوالا نقدر نعرف شي حاجه ولا شي نجبد شي راس الخيط. حيت ما لقيتش شي طريقه اخرى، شي بيست اخرى اللي نتبعها ولا هادي، دونك انا لقيت هادي هي البيست اللي نقدر نتبع. فاش سامير ما دوموندي لو مود باس، دونك ما عرفتش انا كيلاني لا بي دوموندي، واش كان في 2007 ولا ابري. ان توكا المود باس انا كنت عارفو غادي نعطيه لها، يعني ما يا با دو ريزون باش ما نعطيهاش لو مود باس، سورتو ان ام اس ان ما كان فيه والو، ما كان فيه لا هيستوريك ديال لي كونفرساسيون. واخا كاع تدخل ام اس ان ما تقدري تعرفي والو، حيت كانت غير لا ليست ديال لي زامي سي تو. دونك اون فوا تو كيت ام اس ان دونك لي كونفرساسيون كيمشيو، يعني واخا تدخل ليه ما تقدري تعرفي والو. وانا ما كانش عندي فريمون اون ريزون باش انني نقول لها ما عنديش مود باس، يعني ما عندي ما نخبي فيه. بو ليميل نو، عمري ما استعملت سبوت ميل، عمره ما حلو عندي، وعمري ما صيفطت شي ايميل. يعني هادي شتو الكارونتي، ما عندي حتى شي علاقه زعما بسون ادريس ميل ولا داك الميل اللي تصيفط لساكوزين ولا مع ساطون، ما عندي حتى شي علاقه بها. بوغ لا كيسيون ديال واش كنت عارف غادي العيد ميلاد، نو ما كنتش عارف وانا غادي لانيفرسار حتى ورا الديسباريسيون ديالو عاد عرفتها، وما كانش عندي حتى شي فكره. انا لا سول شوز اللي عاقل عليها هو انه كان عنده واحد التليفون كان سولني قال لي باغي نبيعو باش ياخذ كادو. الاصدقاء ديالو يلاه تعرف عليهم غير في هذاك العام بالضبط 2007، يعني ماشي دي زامي اللي قدام، وكانوا صحابه هو ما كانوا صحابي انا. وكنت تعرفت على واحد فيهم، كنت كنقول ليه السلام زعما وصافا وهادي. لي زوتر ما كانوا صحابي، ما كنتش كنعرفهم بلا هذيك البنت مولات لانيفيرسير، لا هذاك اللي كانت عنده الفا روميو، هذاك مول الطوموبيل هذاك كان ساكن في كازا ويلاه جا العام الاول ديالو في محمديه، هو داك العام اللي دار هاد الروينه كامله. دونك ما كناش كنعرفوا عليه والو. انا هاد الاشاعه ديال الاوفر دوز